الحل الافضل لاي مشكله دايما هو الحل العملي البسيط اللي تقدر توفره باستمرار، وده اللي عملته بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه. في يونيو 1940 بريطانيا اصبحت في ازمه كبيره جدا، وهي نقص في الاسلحه الخفيفه، لان الجيش البريطاني تخلى عن معظم اسلحته الخفيفه خلال عمليه اخلاء دانكيرك، والصناعه المحليه البريطانيه لم تملك قدره تعويض الخسائر. الحل البديهي كان اللجوء الى امريكا وشراء الرشاش الخفيف تومسون، لكن القدره الصناعيه لمصانع تومسون ما قدرتش تغطي احتياج بريطانيا، والرشاش كان مكلف جدا. تكلفة الرشاش الواحد كانت $200 سنة 1940. كان في بديل عملي ارخص، وهو الرشاش البريطاني لانشستر، لكنه كان معقد ومكلف في نفس الوقت. وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا اصدر امر بتصنيع رشاش خفيف من عيار 9 ملي، وتكون تكلفته رخيصة ويمكن تصنيعه في اي ورشة عادية مش شرط مصنع اسلحة. الهدف هو انتاج اكبر قدر من الرشاش في اقل وقت ممكن. النتيجة النهائية هي الستينجان، رشاش خفيف من عيار 9 ملي متر، فعال لكن لم يكن في كفاءة الرشاش الالماني MB40 او الرشاش الامريكي تومسون، لكن نقطة قوته هي رخص التكلفة وسهولة التصنيع. صنع من الستينجان حوالي 4.5 مليون نسخة على مدار فترة الحرب، وتكلفة انتاج النسخة الواحدة كان حوالي 3 جنيه استرليني، 3 جنيه فقط. ستينجان كان سلاح طوارئ فعال جدا، لدرجة ان الالمان نسخوه سنة 1944 لما تدهور وضع المانيا في الحرب. الحل العملي البسيط للازمة دايما هو الحل الافضل.